صباح الخير عليكم يا الحباب، واش راكم؟ واش راكم مع صحه؟ كيفاش راكم دايرين مع هذا شهر رمضان؟ واش راكم تحضروا؟ واش راكم تطيبوا؟ واش راكم تحطوا في مائده رمضان؟ حقيقه هذا الشهر تاع رمضان، هذا العام رمضان، كاين بزاف الحوايج راهم مخصوصين. هنا في فرنسا انا رحت نشري الزيت، ما صبتش الزيت، عندي غير شويه. على هذايا كانوا عندي بزاف لي غوسات لي نطيبوهم بالزيت، حقيقة يعني مانيش حال نحضرهم، مانيش حال نديرهم، باسكو الزيت راهي مفقودة مام هنا في فرنسا. الوغ ان شاء الله تكون حاضرة من القروب تاع العيد، سينو هاد العام ما يكونش المقروط تاع اللوز مقلي، ما تكونش السمسة، ما يكونش القريوش، ما يكونش بعض الحوايج نديروهم بالقليان في القليان. الوغ اليوم انا جبت لكم اون غوسات اللي حنديروها في الفور. هنا عندي دي كويس دو بولي، كانوا عندي هنا عندي ربعه تاع لي كويس دو بولي وقطعتهم على زوج. عندي القارص الاخضر، عندي الثوم ملحي، البصل هذاك الاحمر، فلفل الكحل، الزيت الزيتون. بالنسبه للتوابل عندي هنا الكركم، عندي زنجبير، عندي هنا لي بيس كاتر بيس، الملح، القرفه. وهنا عندي ايبيس سبيسيال بولي، يعني حنخلطو مع البيل دوليف، حنخلطو مع زيت الزيتون، وهاد لي بيس فيه البوافرون روج، لونيون، فيه لو بيمون دو، فيه لي غران دو كوريوند، لي غران دو سيزام، كومان، لوريغان، بيرسيل اي لو بيمون. هلا هذا ديجا راه مخلط فيه كاع هادوما لي زيبيس. يعني حنعمل لويل دوليف لداخل، نخلطو. هنا راني حندير مبشور القارص الاخضر، لازم يكون القارص الاخضر احسن، باسكو القارص الاخضر فيه بزاف لي زاروم، القارص هذاك الاخضر تري تري بارفومي. انا رايحين نعملو الثوم، اكرازي ديجا، الفلفل الكحل، لي زيبيس هادوك لي درناهم، لي زيبيس حنخلطو كاع، نقدرو نزيدو شويه تاع زيت الزيتون. وهنا رايحين نعملو الداخل هكذا، نحاول بيان سي طرو بارفومي مع لاخر لو زيست تاع لو سيترون فير، مبشور تاع القارص الاخضر، سي بارفوم. هنا عملو البصل من الفوق، هكذا انا رايحين نخليوه مده 12 ساعه. لا درناه صباح
نطيبوه العشيه، ولا درنا العشيه نخلوه لغدوه من داك باش يشرب كاع هذاك لا ماريناد. هذيك لا ماريناد رايحه تشرب، رايحه تدخل بيان في لو بولي. نعاود نولي عندكم يا الحباب. احنا خلينا الدجاج تاعنا ماريني 12 ساعه في الثلاجه في الفريغو. انا رايحين نطيبوه هنا. عندنا سيترون فير، انا رايحين نقطعو. هكذا على اربعه. نعصروا شويه منه، شي غير شويه ماشي بزاف، ما يخرجوش باللي نعصروا شويه منه. هكذا نغطيوه بالبابي كيسون. ونشعلوا الفرن على درجة الحرارة 180، وراح نخليوه 45 دقيقة اون سورفي لا كويسون، كل واحد والفرن تاعو. نقدم لكم يا الحباب الطبق تاع نهار اليوم، لي كويس دو بولي او فور اللي كنا عملنا لهم مبشور تاع القارس الاخضر، وعصرنا لهم ثاني القارس الاخضر مع لي زونيون روج هادوما الحموره، وحضرنا معاهم شويه تاع لوغي. وانتم تقدروا ديروا لوغي، تقدروا ديروا لي فريت بور لي زونفون. ما عليا غير نقول لكم صحه فطوركم، الى اللقاء.